I was invited to this meeting of the Rotary Club to receive للحصول على شو بسموه إيه جائزة بسبب النشاطات التي قمت بها من أجل التعاون المشترك بين الشعوب. في كلمتي كنت سأتحدث عن التسامح بين الشعوب، وبدأت كلمتي أن التسامح والحياة المشتركة والتعاون هي ليست شعارات فارغة، بل هي كلمات تحوي قيم يجب تنفيذها والعمل بها حتى يتم التعايش الحقيقي بين الشعوب المشتركة. في إسرائيل نحن نعيش عرب ويهود، ونهدف وأنا شخصياً أهدف إلى تعميق التعاون والحياة المشتركة بين الشعبين، ومن هذا المنطلق بدأت أقول في كلمتي أن ما يحدث في البلاد الآن في الواقع الإسرائيلي لا يشير ولا بأي شكل من الأشكال على التسامح، إنما يدل على وجود آخر، على وضع آخر. وبدأت بالإشارة إلى ما يحدث في الفترة الأخيرة من تعدد الاعتداء على المساجد الإسلامية في الضفة الغربية وفي إسرائيل، وفي الاعتداء على المقابر، وكيف أن وهنا وعندما أردت أن أعطي السبب لما يحدث ولماذا يحدث، قاطعني بعض الحضور وقالوا إني أتكلم عن موضوع سياسي وهو خارج عن إطار هذا اللقاء. لما سمعت هذا الاعتراض من الجمهور ولم تعترض رئاسة الاجتماع على هذه الأقوال، وجدت من المناسب أن أوقف كلمتي وأن لا أستمر بها، لأني لا أريد من منطلق التعاون والتسامح أن أزعج بعض الموجودين في هذا اللقاء.